بمبادرة إنسانية تزامناً مع الأعياد الوطنية، جمعية الهلال الأحمر الكويتي بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر القطري وبإشراف من جمعية الهلال الأحمر البنغلاديشي، أتمت اليوم مشروع إنشاء 1000 مأوى لإسكان لاجئي الروهينجيا في بنغلاديش، بالتحديد مخيم كوكس بازار. الكويت سباقة في عمل الخير ونحن نفتخر أن صاحب السمو أمير البلاد هو أمير الإنسانية، والكويت كمركز إنساني لا تألو جهدا في تقديم المساعدة للمحتاجين في شتى بقاع العالم. الهلال الأحمر الكويتي مع الهلال الأحمر القطري تبرعوا بإيواء 1000 لـ1000 عائلة في هذه المنطقة اللي اسمها حكيم بار. الآن راح نسلمهم 55 مأوى، وإن شاء الله في المستقبل راح نساعد الروهينجا لمعيشة إنسانية. المشروع والذي ابتدأ العمل به منذ 6 أشهر يتضمن 1000 مأوى بملحقاتها لإسكان 1000 أسرة من اللاجئين الروهينجا. بحضور سعادة سفير دولة الكويت في بنغلاديش عادل حياة ورئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي الدكتور هلال الساير والأمين العام لجمعية الهلال الأحمر القطري علي بن حسن الحمادي، نتمنى إن شاء الله بفضل الجهود المشتركة ومساعدة الهلال الأحمر البنغالي أن ننفذ هذا المشروع بطريقة جيدة جدا تؤدي غرضها من الأشخاص للناس المحتاجين في هذه المنطقة. نتمنى لهم إن شاء الله السكن الآمن والمريح، ونتمنى إن شاء الله الأخوة اللي بيننا والتعاون المستمر بين الهلال الأحمر الكويتي والهلال الأحمر القطري والهلال الأحمر البنغالي أن يستمر في سبيل خدمة الإنسانية في ميانمار وفي كل منطقة في بنغلاديش. بمناسبة هذه الأعياد الوطنية قام وفد جمعية الهلال الأحمر الكويتي بتوزيع المساعدات العينية والمستلزمات الضرورية لهذه المنازل بالتنسيق أكيد مع سفارة دولة الكويت في بنغلاديش وكذلك الهلال الأحمر البنغلاديشي في هذه المنطقة المنكوبة التي يعاني عدد كبير من اللاجئين من إخواننا من الروهينجا. نقوم بتخفيف هذه المعاناة بمناسبة هذه الأعياد الوطنية لدولتنا الحبيبة الكويت، وبدعم من قائد العمل الإنساني حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظ الله ورعاه، وبتوصيات وتزكية الحكومة الرشيدة لتخفيف معاناة أشقائنا اللاجئين من الروهينجا. كما عودتنا الكويت متمثلة بالهلال الأحمر الكويتي عطاء مستمر وأياد بيضاء. مراسل تلفزيون الكويت عبدالله الفودري من كوكس بازار بنغلاديش.